الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام الهداة والمهتدين، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها المشاهدون الأكارم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قصة حديث. أسأل الله عز وجل بمنه وجوده وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. نواصل في هذه الحلقة بإذنه عز وجل ومنه وجوده وكرمه الحديث عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فهذا من الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله تبارك وتعالى. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني حققت له كل ما يدعوه لأن يفعل الفاحشة معها. منصب يمكن أن تتقوى به عليه، وجمال يمكن أن تفتنه به. لكن حال هذا الرجل أنه يخاف الله تبارك وتعالى، كان يراقب المولى عز وجل، كان يستحضر نظر الله عز وجل إليه، فخاف المولى عز وجل وخاف عقابه تبارك وتعالى، فامتنع عن الوقوع في المعصية لله عز وجل. كلنا يستحضر مثالا ذكره الله عز وجل في كتابه تنطبق عليه هذه الحالة تماما. نعم، إنه يوسف عليه السلام. الله عز وجل يقول: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. دعته امرأة العزيز، طلبت منه ما يطلبه الرجل من زوجته، وراودته التي هو في بيتها التي يعيش معها، راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، تأكيدا على وقوع الخلوة بينهما، لا يرانا أحد، لا يوجد أحد في هذا المكان إلا أنا وأنت فقط. يعني هيئت جميع الأسباب التي تدفعه للوقوع في هذه المعصية وهذا الذنب. كانت امرأة العزيز، يعني صاحبة منصب، صاحبة مكانة وصاحبة سلطة، بدليل أنه سجن بسببها بعد ذلك، لما لم يطعها، لما لم يستجب لرغبتها، سجنته في آخر المطاف بسلطتها وسطوتها. ماذا كان حال يوسف عليه السلام؟ قال معاذ الله، لجأ إلى الله تبارك وتعالى، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. استذكر العزيز، الرب هنا بمعنى السيد وليس هو المولى تبارك وتعالى على الصحيح من أقوال أهل العلم، إنه ربي أحسن مثواي، العزيز أحسن إلي واشتراني ورعاني، كيف يمكن بعد هذا الإحسان أن أقابل إحسانه إلي بإساءة، بل هي من أبشع الإساءات التي يمكن أن يقوم بها إنسان. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم، لا يمكن للظالم أن يفوز أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. فكان حاله عليه الصلاة والسلام ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فيوسف عليه السلام مثال حي لقوله عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال
فقال إني أخاف الله. فاصل ونعود إليكم من جديد. حياكم الله أيها المشاهدون الأكارم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذه التي يسميها أهل العلم رحمهم الله تعالى بصدقة السر. والله عز وجل يقول إن تبدوا الصدقات فنعم هي، يعني إذا أظهرتموها خير وبركة، نعم الصدقة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني الأفضل ماذا؟ الأفضل أن تتصدق بهذه الصدقة فلا يعلمها أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبالغ في الإخفاء لدرجة أنه يقول حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا طبعا يعني إذا أردنا أن نأخذه بالمعنى الحرفي لا يستقيم، لكنه معنى يريد من خلاله أن يوصل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فكرة التشدد في الإخفاء، أنه كان شديد الإخفاء لهذه الصدقة حتى إن شماله لمبالغته في إخفاء هذه الصدقة لا تعلم أن يمينه قد أنفقت وقد أعطت. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام صدقة السر تطفئ غضب الرب. لاحظ غضب الله تبارك وتعالى عليك يا عبد الله يمكن أن يذهب بماذا؟ بأمور عديدة، منها صدقة السر، أن تنفق بحيث لا يعلم أحد أنك أنفقت. بماذا اختص من كانت هذه حاله بهذا الفضل؟ لشدة إخلاصه. الإنسان يا إخوة إذا فعل هذا الأمر دون أن يعلم به أحد فحقيقة أمره أنه لا يفعله إلا لله عز وجل. يرائي من؟ لا يرائي أحد. يتصدق لأجل من؟ لا يتصدق إلا لله عز وجل، لا يراه أحد. فينبغي حقيقة علينا أن نحرص على مثل هذا المقام، وهو مقام يسير سهل نصبر أنفسنا عليه. كذلك من السبعة وهو سابعهم والأخير، ورجل خلا أو ذكر الله خاليا ففاضت عينه. يعني جلس لوحده واختلى بنفسه ومن ذكره لله عز وجل فاضت عيناه خشوعا له تبارك وتعالى. فاضت عيناه وهو يرفع كف الضراعة لله عز وجل يسأله ويذكره ويستغفره ويتوب إليه. فاضت عينه من ذكره لعذاب الله تبارك وتعالى الذي أعده لمن عصاه عز وجل. فاضت عينه من ذكره لنعيم الله تبارك وتعالى، يسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة التي فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يرزقني وإياكم إياها من غير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نصل إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.